بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا الدكتور عيسى محمد عبد الرزاق البستكي، رئيس جامعة دبي ورئيس نادي الإمارات العلمي. إحنا الحين في منطقة الفهيدي، أنا مولود في هذا المكان. فسنوات يعني عشنا في هذا المكان كانت سنوات جميلة فعلاً، لأن ما كان في أي توترات، ما في أي تخوف من راح يطلع إلى الخارج، لأن كل كان المجتمع كان متواصل، كان مترابط، المجتمع كان جميل، كل جار مهتم بجاره. فالفرجان في دبي كانت متواصلة مترابطة، يعني حتى عارف ناس من شندقة، عارف ناس من راس، من ديرة، من كل مكان نعرف بعض، لأن كان في ترابط جميل. بيتنا على طول هني على الكور، بيت عبد الرزاق عبد الرحيم البستكي. البيت كان كبير، كان في ثلاث عوائل في البيت. أنا أبوي كان أكبر واحد، فكان عنده قسم كامل طابق قيد، والعم أعمامي كان واحد طابق الأرضي، واحد طابق العلوي، ويدي كان هناك مع ما يدتي. إحنا في الصيف يعني الخور قدامنا، الخور قدامنا على طول. في الصيف عندنا إجازة الصيف ثلاثة أشهر ونص تقريبا، أربعة أشهر يوميا كنا نسبح في البحر، ما كنا نحس إن شيء ناقصنا. وأيضا من الأشياء اللي كانت حلوة في ذلك الوقت، كان في جمعة كبار السن، كبار المجتمع يتجمعون يتناقشون أشياء كثيرة، فإحنا أحيانا كنا نجلس وياهم نتعلم منهم. فكانت المواضيع كثيرة، مواضيع كانت في التجارة، في الاقتصاد، في السياسة، في المواضيع الاجتماعية، في مواضيع ثقافية أدبية، ناس كانوا مثقفين موجودين. أتكلم عن الستينات، فيعني كان في ناس عندهم علوم، إما سافروا أو قرأوا كتب، وتعلمنا أشياء كثيرة. بناء عليهم بنينا شخصياتنا في الشخص القيادية الإدارية، حتى في التجارة كنا نعرف، حتى في الاقتصاد كنا نعرف، في الأشياء الأدبية، في الشعر. فسبحان الله يعني تعلمنا كثير بجانب المدرسة. أما الحريم، فالحريم كان عندهم جمعات، حتى في كل بيت تحصل في باب كبير جدا، بابين لمدخل، باب يدخل الرجال للمجلس أو الميلس، وباب ثاني يدخل للحوي اللي يسمونه الحوش أو الفناء للحوي. هذا فقط خصوصية للنساء، فبالتالي الرجال ما يدخلون الباب الثاني الكبير. فمثلا الحريم يدخلون لبيتنا عند جدتي، عند مرت عمي، هذا الكلهم اللي كان هناك ويسولفون ويسوون يخيطون أحيانا. أيضا هناك كان في براجيل، براجيل معنى جاذب للهواء، ويند تاور بالإنجليزي. طبعا براجيل كانت موجودة في الصيف، لأن الصيف عندنا الحر، ولكن سبحان الله التصميم اللي كان موجود في البراجيل، طبعا على شكل مربع، أحياناً في شكل مستطيل بعد، ولكن فتحات معينة بطريقة معينة بنصممها، بحيث إن هذا يجذب الهواء من كل جانب، أربع جوانب من أي مكان موجود، وينزل تحت بطريقة إن واحد يحس تحت كأنه تحت الكنديشن. كان أربع بيوت، أقدم بيوت اللي بنيت من اليس ومن المرجان، وحتى صبغ من داخل من مادة نسميها نورة لون أبيض. كنا نسويها، كنا نبني الطريقة هاي فقط أربع بيوت، والباقي كان عرشان. أنا أي معلومة أتكلم عن قديماً طبعاً مو معلوماتي أنا، كل معلومات المرحوم الوالد. هذا المكان بنى ثقافتي، هذا المكان يعطيني شعور بالاطمئنان بأن إحنا الدولة ما زلنا بخير، لأن إحنا ثوابت ما غيرناها.